بالبلدي بنقول اللي خلف ما ماتش، وشهدائنا سابوا لنا جيل جديد، جيل عارف من صغره معنى الواجب والتضحية فداء للوطن، جيل شجاع مش خايف من المخاطر، بالعكس مستني اليوم اللي هيقدر يكمل فيه المسيرة ويؤدي الرسالة والأمانة اللي حملها على كتافه والده الشهيد. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فلتتفضل سيادتكم لتكريم أبنائك وأبناءنا من أبناء شهداء هذا الوطن. سامح السيد موسى عبد الجواد استشهد أثناء تنفيذ مهمة حفظ سلام بدولة مالي، ويتسلم التكريم الوالد سيد السيد موسى عبد الجواد والوالدة السيدة لبنى عبد العليم والزوجة السيدة آلاء محمد أحمد والابن علي سامح السيد. جمال محمد علي استشهد أثناء تنفيذ مهمة بمنطقة أبو رديس بجنوب سيناء، ويتسلم التكريم الوالدة السيدة هالة محمد والزوجة السيدة مي زكي سيد والابنة مليكة محمد جمال والابن مالك محمد جمال. الصبور علي استشهد أثناء تنفيذ مهمة بمنطقة العريش بشمال سيناء، ويتسلم التكريم الوالد السيد فراج عبد الصبور علي والوالدة السيدة جهان سيد علي.
مساعد شحاتة مصطفى أبو اليزيد استشهد أثناء تنفيذ مهمة بالقطاع الساحلي بشمال سيناء. وتتسلم التكريم الزوجة السيدة بسمة صلاح أحمد محمد والابن مازن شحاتة مصطفى والابن أيضا مصطفى شحاتة مصطفى. علي والسيد استشهد أثناء تنفيذ مهمة بقطاع الشيخ زويد بشمال سيناء. وتتسلم التكريم الزوجة السيدة رانيا رضا عبد العظيم والابن حبيبة محمود سمير وشقيقة الأرملة السيدة فاطمة رضا عبد العظيم. مصطفى عبد الرازق عبد اللطيف عبد الرازق. وتتسلم التكريم الزوجة السيدة نورهان رفعت محمد علي عامر والابن سامح مصطفى عبد الرازق. رائد مصطفى محمد صلاح الدين طاهر أحمد علام
وتتسلم التكريم الزوجة السيدة فدوى عبد الناصر إسماعيل علي والابن أنس مصطفى محمد. أمين شرطة ممتاز ثاني السيد محمد غازي إسماعيل، وتتسلم التكريم الزوجة داليا حلمي إبراهيم جاد والابن نور السيد محمد والابن محمد السيد محمد. شيخ غفراء السيد عبد الله السعيد محمد، وتتسلم التكريم الزوجة السيدة نجوى إبراهيم الشحات والابنة حنان السيد عبد الله وأيضا منال السيد عبد الله وجنى السيد عبد الله. غفير نظامي أول السيد السعيد محمود حامد، وتتسلم التكريم الزوجة حمدية رمضان عبد الرازق والابن السعيد السيد محمود.